ماشي يا كابتن محمد، مقبولة منك يا كابتن محمد. كابتن عادل انا لسه طالع من اوضه الكوره والله، والله ربنا يقويك يا كابتن محمد، سايب الموبايلات لسه يا دوبك، ربنا يقويك يا عمي. بمسي 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 طبعا على حبيبي واخويا الكبير طبعا استاذ ابراهيم المليجي، حبيبي يا كابتن محمد. ولو ان انا واخد على خاطري من ال من ايه؟ المعارف، من ايه؟ المعارف، الرساله انت مزعله في حاجه؟ لا لا، بيقول لك من الرساله. هو عارف، هو عارف. ايوه حبيبي، اللي انت بعتها له. حبيبي يا جو، حبيبي يا جو. كابتن محمد يعني بص، احنا كنا بنقارن بين 2013 ودلوقتي، وتقريبا يعني في مقاربات كتيره بين الحالتين الحقيقه، اهمها ان انت موجود في التجربتين، فباذن الله تعالى خبره 2013 وخبره السنين بقى اللي عندك نتائج باذن الله، ان شاء الله نطلع من المطب ده. يعني طبعا يعني ربنا يكرم ان شاء الله ويوفق، احنا شغالين بنشتغل يعني كل ما اوتينا من قوه، وان شاء الله نبقى موفقين في الفتره الجايه. هنبدا يوم 17 يوم الثلاثاء الجاي ان شاء الله، مشوار مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي وفريق النادي الاهلي يعني. وزي ما انت قلت يمكن البطوله دي اخر مره خدناها في 2013، لكن هي صدفه يعني، النادي الاهلي غني ببطولات وغني باولاده، لكن هي صدفه ترتبت ان انا ارجع للنادي تاني بعد 4 سنين بعد ما مشيت في 2014 وانت لسه حامل اللقب. وصدفه ان هي برضو داخلين على مشوار مهم جدا، هو مشوار افريقيا وبطوله افريقيا ابطال الدوري، فنتمنى ان شاء الله ان يعني نكون موفقين كده. ابتدى من يوم الثلاث مباراه مهمه جدا، كلنا عارفين طبعا موقفنا في المجموعه، رصدنا نقطه واحده وفي المركز الرابع الاخير، لكن انا بقول ان احنا النادي الاهلي دايما وفريق النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي دايما بيظهروا في المواقف الصعبه، واحنا في موقف صعب دلوقتي، لكن هو مش مستحيل ولا حاجه لان احنا عدينا بالموقف ده قبل كده، يمكن بالصدفه برضو في 2013 كان عندنا من مباريتين برضو نقطه واحده يعني. صحيح. بس قدرنا نتدارك الموقف وقدرنا نكسب ليوبار في ملعبه، وبعدين في العوده رجع لنا ليوبار عندنا في الجونه كسبناه، وبعدين كسبنا الزمالك وقدرنا. فاكر ليوبار ساعتها كان علي ماهر شايف ان ده احسن فريق في افريقيا. كان ساعتها هو كنا احنا جايبين تقارير عنه ساعتها. أيوة. الوقت ده ان هو لم يهتم في ملعبه سنتين ساعه ما قابلناه يعني. صحيح. ولكن طبعا زي ما بقول ان فريق النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي دائما يعني عندها الطبق وعندها الروح العاليه جدا وعندها الاصرار ان هم يعملوا حاجه لجمهورهم ولناديهم، ففي الوقت ده طبعا قدرنا ان احنا نفوز 1-0 وناخد الثلاث نقاط، وبرده انا ان شاء الله رهاني طبعا على جمهور النادي الاهلي اللي ان شاء الله هيحضر المباراه، وطبعا لعيبه النادي الاهلي طبعا اللي هم دايما بيبقوا موجودين في المباريات الكبيره وموجودين في الاوقات الصعبه، بتلاقيهم على طول رجاله وبتلاقيهم متواجدين ان شاء الله يعني. بص يا كابتن محمد، عايزك تكلمني على مباراه اليوم، لان دي اخر تجربه قبل ال كمل يا ابراهيم، احسن شيء الكحه مضايقاني. البروفا النهارده بقى دي اخر حاجه قبل تاون شيب يا كابتن، اطمئنتوا ايه فيها وتقييمك ليها ايه؟ هو طبعا المباراه النهارده مستر كارترون طبعا كان حريص ان هو يطمن على المجموعه كلها. لان انت عارف احنا بنسابق الزمن في حاجتين مهمين جدا. اول حاجه ان مستر كارترون عايز يتعرف على اللعيبه كلها بشكل قوي جدا ويبقى حاطط كل حاجه تحت ايديه، دي نقطه. النقطه الثانيه انه بيجهز وبيحاول يوجد انسجام بين لاعبين عشان نلعب يوم 17. طبعا عنده هيكل عام طبعا جاهز وباين، لكن هو عامل اضافات برضو. فاللي انا عايز اقوله ان احنا شغالين على نقطتين مهمين جدا. فالنهارده كان المباراه بشكل اجمالي فوائدها كثيره جدا. ليه؟ لانه غزارو انت عارف طبعا كان بعيد الفتره اللي فاتت نتيجه الظروف اللي كان مر بعقده وكده. النهارده كان مشترك. مروان محسن برده كان بعيد عندنا الفتره اللي فاتت بعد المنتخب، النهارده اشترك برده. عندك برضو نفس الكلام بالنسبه لاحمد النهارده يعني قدم مباراه طيبه، وكان برضو
عنده تواجد كويس جدا، بالاضافه طبعا لعناصر كتيره كانت موجوده معانا في المعسكر في كرواتيا، والنهارده برضو اشتغلت. سليف كولوبالي النهارده اول مره يظهر في مباراه وديه للنادي الاهلي، فدي كلها فوائد طبعا كويسه، بالاضافه ان اطمننا برضو على عناصر يعني موجوده في الفريق كانت برضو ما بتشاركش بشكل اساسي في الفتره اللي فاتت، خدوا فرص برضو من خلال المباراة الودية على أساس المستر كارتيرون يتعرف على جميع المستويات يعني. بس طيب كان في يعني ما يقال أن في أزمة أو في يعني إشكالية في القيد في الأماكن الشاغرة في القائمة الإفريقية، هل تم الاستقرار مين اللي هيتأيد ولا لسه؟ لا لا ما عندناش مشاكل ولا حاجة يا كابتن عادلي، هو إحنا عندنا أربع أماكن، الأربع أماكن دول عندنا فترة قيد حتى 5 أغسطس، فالقيد في أفريقيا أو في